السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم دائما وأبدا في موقعكم بيسوب. اليوم سيكون موضوعنا عن استقرار الاقتصاد، وهو أمر مهم يشغل بال أي دولة أو جهة سيادية أو مؤسسة. وعلى هذا الأساس يقيس الاقتصاديون بانتظام صحة الاقتصاد ومدى قوته لمواجهة أي تحديات. ومن أجل ذلك يتم التركيز على مواضيع متنوعة، لكن أهمها مستويات الإنتاجية ومستويات التضخم ومستويات البطالة. وفوق ذلك نجد أن صانعي السياسة الاقتصادية لديهم نوعان مختلفان من الأدوات للتأثير على اقتصاد الدولة: السياسة المالية والسياسة النقدية. سنقوم في أول الأمر بالتركيز على الإنتاجية، والإنتاجية هي العلاقة بين السلع والخدمات المنتجة والمدخلات اللازمة لإنتاجها. وهناك ثلاث طرق شائعة لقياس إنتاجية الدولة، فقط نذكر هنا أننا سنتكلم عن إنتاجية دولة وليس إنتاجية موظف أو مؤسسة أو غيره. الثلاث طرق هي إجمالي الناتج المحلي Gross Domestic Profit GDP ومؤشر أسعار المستهلك الـ Consumer Price Index CPI والـ Income الدخل. القياس الأول المستعمل للإنتاجية هو إجمالي الناتج المحلي Gross Domestic Product والمعروف باسم GDP، ويعرف بأنه إجمالي القيمة النقدية أو السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية أو تامة صنع المنتجة داخل حدود البلد في فترة زمنية محددة. وعادة الناتج المحلي الإجمالي يتم حسابه على أساس سنوي، إلا أنه أحيانا يتم حسابه أيضا على أساس ربع سنوي. ويركز الاقتصاديون على GDP كمقياس واسع للإنتاج المحلي الإجمالي، حيث أنه يعمل كبطاقة أداء شاملة للصحة الاقتصادية لبلد معين. لكن ماذا يمكن استخراجه من عبارة تعريف GDP أمامنا؟ أولا، فهو في الأساس سجل لمقدار ما ينتجه العمال من سلع وخدمات ليشتريه المستهلكين. ثم هناك عبارة تامة الصنع، ويقصد بذلك أن GDP لا يحسب إلا السلع التي لن تستعمل في إنتاج شيء آخر. مثلا لو لدينا ألواح خشب ومسامير وصباغة، فإذا تم استعمالهم لصناعة كرسي فسيتم احتساب الكرسي في GDP. أما المسامير والخشب والصباغة فليسوا بالسلعة النهائية، وعلى هذا الأساس لا يتم احتسابهم. ثم هناك كلمة منتجة، والمقصود بذلك أن GDP يهتم بالسلع الجديدة فقط. مثلا لو كان لدينا سيارة قديمة من السنة الماضية وتم بيعها هذه السنة فلا تحتسب في GDP لهذه السنة، لأن هذا الأخير يهتم فقط بما هو منتج خلال الفترة الزمنية التي يتم اعتمادها للحساب، وقلنا سنة وقد تكون ربع سنة. وبالطبع إجمالي الناتج المحلي GDP هو القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات التامة الصنع المصنوعة داخل بلد ما البلد الذي يتم احتساب GDP له، وأي سلع مستوردة لا تحتسب، والأكيد هذا يكون خلال فترة محددة. وعلى إثر ذلك فالناتج المحلي الإجمالي يوفر لمحة اقتصادية عن بلد ما، لمحة تستخدم لتقدير حجم الاقتصاد ومعدل النمو. وهكذا فالناتج المحلي هو أداة رئيسية لتوجيه صانع السياسات والمستثمرين والشركات في اتخاذ القرارات. يمكن حساب الناتج المحلي الإجمالي بثلاث طرق: استخدام النفقات أو الإنتاج
أو الدخل. وهناك مواقع عديدة تقدم قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأي بلد بشكل مجاني، وقد أشرنا لموقع في الفيديو السابق كمثال، وكان ترادين إيكونومي. يمثل مؤشر أسعار المستهلك الكونسيومر برايس اندكس، المعروف أيضا باسم CPI أو مؤشر تكلفة المعيشة، التغير في سعر مجموعة معينة من السلع والخدمات بمرور الوقت أو مع مرور الوقت، وتسمى هذه المجموعة من السلع والخدمات بسلة السوق. وسلة السوق هذه تشمل حوالي 400 عنصر في فئات مثل الطعام والسكن والملبس والترفيه والرعاية الطبية والعناية الشخصية. وهذا المؤشر يستخدم لقياس التغييرات الحاصلة في المستوى العام للأسعار، وبالتالي معرفة وضع الاقتصاد إن كان هناك تضخم أو انكماش. وأي صاحب عمل يجب أن يكون على دراية بمؤشر أسعار المستهلك، لأنه يؤثر على الإيجار الذي يدفعه على منشأته أو الأجور التي يدفعها لموظفيه وغيره. وللحصول على مقدار هذا المؤشر يتم حصر السلع والخدمات في سلة السوق والتي تستهلكها الأسر خلال الشهر، وليكن الشهر الماضي، ويوضع لكل سلعة أو خدمة سعر مقابل لها حسب السعر في الشهر الماضي، ثم يتم جمع قيم الأسعار. ونفس الشيء يتم للشهر الذي بعده، الشهر الحالي، حيث يتم جمع قيم الأسعار لكل السلع والخدمات في السلة سلة السوق حسب السعر الحالي. وبعد ذلك يتم تقسيم المجموع الجديد، تكلفة السلة الجديدة، على تكلفة السلة القديمة، وضرب الناتج في 100، والرقم المحصل عليه هو مؤشر أسعار المستهلك. إذا كان تغير المؤشر موجبا، نقول أن هناك زيادة في المستوى العام للأسعار، وبالتالي يكون تضخم. أما إن كان تغير المؤشر سلبيا، فنقول أن المستوى العام للأسعار في تراجع، وبالتالي انكماش. وهكذا يعتبر مؤشر أسعار المستهلك المؤشر الرئيسي للتضخم أو معدل التغير في الأسعار في بلد معين. وتقوم الجهات المعنية في الحكومات التي تقوم بمتابعة المؤشرات بحساب مؤشر أسعار المستهلك بشكل سنوي أو ربع سنوي وربما شهري لمعرفة القوى الشرائية الحقيقية للرواتب والأجور. وثالثا الدخل، income. الدخل هو المال الذي يحصل عليه الفرد أو الشركة مقابل توفير العمالة أو إنتاج سلعة أو خدمة أو من خلال استثمار رأس المال. وغالبا ما يحصل الأفراد على دخل من خلال الأجور أو الراتب، وتحصل الشركات على دخل من بيع سلع أو خدمات بسعر أعلى من تكلفة إنتاجها. فالدخل هو وسيلة لقياس مقدار الأموال المتاحة لإنفاقها من قبل الأفراد والشركات. أما عن الدخل القومي فيشكل أمور مثل الأجور، مرتبات، ودخل العاملين لحسابهم الخاص، ودخل الإيجار، وأرباح الشركات، والفوائد على المدخرات والاستثمار. يهتم الاقتصاديون بالدخل المتاح والشخصي، حيث أن الدخل الشخصي هو كل الدخل المستلم قبل دفع الضرائب، والدخل المتاح هو ما تبقى بعد الضرائب. هذا بالطبع إن وجدت الضريبة في الدولة. هكذا عرفنا أنه يمكن قياس الإنتاجية الاقتصادية عن طريق التحقق من الناتج المحلي الإجمالي GDP أو مؤشر أسعار المستهلك CPI أو الدخل الإنكم. وموضوعنا القادم سيكون دائما في استقرار الاقتصاد، لكن سنتناول مستويات التضخم. وعلى أمل لقائكم في الفيديو القادم إن شاء الله، دائما في مساق الاقتصاد والأعمال. نستودعكم الله ودمتم بخير وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.